محلى قدك محلى قدك. اليوم اخترت الموضوع هذا على خاطر برشا منا ما يعطيوش اهميه للشوا نتاع الوان المكياج اللي نستعملوهم بارابور لون العينين والا زاد كولور الشعر، سورتو الناس اللي تقلق فيسع من كولور شعرها وتبدلو. بورتون هي حاجه مهمه برشا، هيك علاش دونك باش نحكيو في الموضوع هذا ونعطيو فكره صغيره تجم تعاوننا على الشوا نتاعنا. يعني باغ اكزومبل لي برون، يعني البنات اللي كولور شعرهم في التون تاع المارون يمشي معاهم برشا ستيل الشرقي، يعني العينين المكي في لي تون نوار الجو اللي تحبوا انت، معناها المكياج العربي نتاعنا ومعها ماسكارا مخدوم يكون مليح باش يحط العين اون فالور. نجموا زيد نزيدوا معها كحل والا ايلاينر، ولا نبدلوا بيه كومبليتمون، ولا نبدلوا كومبليتمون المكياج ونمشيو للي كولور فيف. لي كولور فيف يخرجوا برشا على لي برون اللي شعرهم مارون، المفيد تبعد على الالوان الفوشيا الاخضر والاحمر. دونك الحاجه اللي تميز لي برون هو انهم ينجموا يعملوا مكياج شارجي اكثر من لي بلوند. يعني احنا توينسا جينيرالمون تلقى شعرنا غامق شويه، هذايا ينو بيرمي يعطينا مساحه اكثر انا نعملوا مكياج غامق اكثر بارابور على لي بلوند، الحاجه اللي تميزنا احنا توينسا والعرب اون جينيرال. بالنسبه للي بلوند بالطبيعه لازمهم ديما حاجه سامبل، يحاولوا لو ماكسيموم ينقصوا من المكياج، يعني شويه شويه يعملوا مكياج ديسكري، حاجه هكا مش ظاهره برشا، حاجه تمشي اكثر على الناتوريل. اي سورتو يبعدوا على الكولور الفاقع، يعني الروج بوردو الروج فيف هذوكم كل يحاولوا يبعدوا عليهم خاطر يعطيو هكا منظر اكثر قوي للمراه. دونك ايفيتي نمشيو ديما في الستيل سامبل. نجيو توا بالنسبه للون العينين، اللون العينين البنات اللي عينيهم مزرق والا حتى مش ناتوريل وعاملين اللونتي، نعرفوا الكلنا اللي اللون اللي يكمل الازرق هو الاصفر في الالوان، معناها في الدنيا العاديه. سوف كو اون سو بيرمي با باش نعملوا مكياج اصفر، معناها شنو نوليو نعملوا؟ نوليو نستعملوا تو سكي كويفري، يعني كيما لون الكويفر فوالا نحاس، والا الدوري نمشيو زاده للكولور البيش كيما ليش نقولوا الالوان الترابيه. لا مش برشا ترابيه، البيش والاورانج الترابيه يمشي اكثر مارون، عرفت ستيل مارون بيج البرتقالي. اي البرتقالي فوالا، والمشماشي والمشماشي والمشماشي. سينو الناس اللي عينيهم مارون كيف سناء كيف ياني كيف انهار يمشي معاهم اكثر المكياج العين اللي يكون فيه لي كولور الفير والبلو اللبليب اللبليب. انا يعني مش مارون راهو مالا، يعني شنو كي نبكي ولي يخضر وكي نقوم من النوم يبدا صفر صفر كاستنائي. كاستنائي كاستنائي ما تراوهش ديما في بطاقه تعريف قبل وفي الليل ولي يزرق كاستنائي اني والطقس معناها يعني شونجابل ازرق باهي. مالا انت هاوكا في النهار تعمل 3-4 نوع نتاع مكياج ما يقلقكش؟ وي بربي تراني نستحق باش نعمل مكياج. انا نراك تستحق باش عينيك تزرق عينيك تزرق يعني معناتها تولي زرقاء. اي تولي زرقاء مزيانة. ما تخافش وكذا الناجي يقوم بالمهمة فهمت الله. دونك كما قلت الناس اللي عينيهم مارون يمشيوا أكثر لي كولور فير بلو ويكون مخدوم في الطرف بالنوار باش يعطي منظر أحلى وأزين ويحط أون فالور الكولور اللي استعملناها تبدا أحلى، ما تخليوهاش جوست هكاكا بلو باش ما يظهرش عينك زرقاء. بالنسبة للناس اللي عينيهم نوار بيرسونيلمون نحب ستيل الشرقي ولا العربي، يعني ستيل متاعنا احنا اللي نعملو كالكحول اللي داخل في العين، عرفت شنو يمشي مع العين قد قد. سينون الايلاينر معاه فارا بوبيغ تكون فاتحة بايتي شوية، يعني فيها شوية لقب باش تحط باش تعطي روح اكثر للمكياج ما يبداش هكا باهت اللون متاعها وتحسه طافي وماهوش مزيان. دونك نحطو جست شوية على البوبيغ متاعنا على الجفن متاعنا قاعد يغزل على البوبيغ الجفن متاعنا. دونك نحطو هكا فارا بوبيغ فاتحة وتكون فيها شوية لقة مش برشا معناها. تسمع وائلة انت عينيك بحلاهم غير حتى شيرة عايشك عايشك. اذا مكياج برسمي يعطي برشا الزين العربي يحطو اون فالور ويظهر زين البنوتة المزيانة التونسية العربية الزين الحلو الزين الحلو يعطيك الصح. كهو كهو يزيكم اليوم استوعبت المعلومات ولا مدام زين العربي مدام استوعبت فوالا المقصود الله عين ساي ما تحب كل حاجة زين العربي مش نصر المهم. لا لا صحيح والله سامحني انت غلط انا غلط اللي قلتك اي قلت تعديت نحكي على المكياج وعماد ما تكلمش تعديت سلامات يعطيك الساعه يا منال غدوه ان شاء الله لقيت هذاك العاده نصايح جديده تهم جمالكم تهم البيانات خمتيعكم في محلى قدك محلى قدك محلى قدك.